كنظن انه يعني في المغرب كله كاين تحول، كاين تحسن، كاين تجاوب، كاين كان عموم مواطنينا الذين على الاقل كانوا معنا سنه 2015 و2016 يقولون واتكلوا على الله الا كنتوا باقين على الطريق رحنا معاكم، ربما. وكل هذا بطبيعه الحال ماشي باش نكونوا داك الفار ديال السويرتي اللي غير ربح، لا، باش غير نقوموا بالواجب ديالنا، لان عندنا واجب الاخوان بطبيعه الحال. يعني البلاد انتم عارفين الحاله ديالها، هاد الحكومه عارفين الحاله ديالها، هاد التفلت وهاد الاسراع في اتجاه كلام كبير ما عمرنا سمعناه في المغرب، ما عمر شي واحد جرأ عليه تيتكلم على تغيير التاريخ ديال المغرب وتغيير البنيه ديال بصراحه. بغاو يقولوا لنا غير ضد المغرب يعني دوله متحلله من الاسلام، هذا هو اللي فهمت انا. إذا كنت كنفهم شي حاجة ما غيبقاش غيولي الإسلام على ليميت يعني طقوس ديال العبادات يمارسها الإنسان بينه وبين ربه في المساجد وفي رمضان وفي الحج وانتهى الكلام والسلام، مع أننا ما زلنا نعتز بالإسلام كدين للدولة في دستورنا وفي واقعنا، وملكنا هو أمير المؤمنين وإلى آخره، وحنا هاد الشهادة درناه وعشنا به.